يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. واليوم رح نحكي عن مشروع تحدي الابتكار الاجتماعي، وهو انطلاقة تستهدف الشباب وتمكينهم لإيجاد حلول لتحسين قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن. ضيفاتنا اليوم لبنى عبد الرحيم، وهي منسقة مشاريع في شركة ابتكار للمشاريع أو للاستشارات، وياسمين الحطاب، وهي منسقة فنية في منظمة الخبرة الفرنسية. يسعد صباحكم. أهلا. يسعد صباحكم. أهلا. بالبداية هاي التحدي خلينا نسميه أو التشالنج، اللي هو إنه إحنا بنبتكر مع بعض، هذا كان بالتعاون مع شركاتكم وكمان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. صحيح. نحكي أكثر عن هذا البرنامج ونحكي أكثر متى بلش في هاي الانطلاقة. تمام، شكرا كثير كمال وداليا، وشكرا كثير لقناة A1 TV لاستضافتنا اليوم ولاهتمامهم بهذا المشروع المهم. هلا تحدي الابتكار الاجتماعي هو نشاط من ضمن مكون أكبر منه اسمه مكون دعم مؤسسات المجتمع المدني. وهو مشروع بتنفذه منظمة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية زي ما حضرتكم حكيتوا، وهو كمان ضمن مشروع أكبر منه اسمه دعم قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن، هو ممول من الاتحاد الأوروبي. فإحنا موضوع نشاط تحدي الابتكار الاجتماعي عم ننفذه مع شركة ابتكار للاستشارات، أطلقناه بشهر 11 السابق ضمن أسبوع الريادة العالمي، وبهدف بشكل أساسي لإشراك الشباب في حل المشاكل المجتمعية اللي بتواجههم. نعم، جميل. لبنى، رائع جدا. تفضلي لبنى احكي لنا. بس قبل ما نبلش بدنا تعطونا انتوا هذا المشهد لسه ايش هو؟ احنا معكم احنا هلا، بس بدنا احنا اشوف ال 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 اللي بدكم تعطونا اياه، بدكم تعطونا اياه نبلش الحلقه فيهم انا وكمال. تمام، شكرا. طبعا اسم التحدي نبتكر مع بعض. نبتكر مع بعض، احكوا لنا شو الفكره من كلمه بنبتكر مع بعض. طبعا نبتكر مع بعض هي نابعه من انه احنا هاي المشاكل الاجتماعيه الموجوده، الشباب نفسهم او الاشخاص اللي ساكنين في المحافظات اللي بنستهدفها. طبعا احنا هذا البرنامج بيستهدف 3 محافظات في المملكه على وجه الخصوص. جميل. اللي هي جرش والكرك وبعض الالويه في عمان. رائع. طبعا هاي المشاكل هي تم اختيارها من قبل الشباب وسكان هاي المناطق. حلو. هم نفسهم بدهم يطلعوا في حلول لهاي المشاكل. جميل. وإذا ممكن بس أضيف إنه هي فكرة المشروع بشكل عام هي تعزيز الشراكات، لهيك هي بنبتكر مع بعض، سواء الشراكات مع المؤسسات الحكومية، سواء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، كل العاملين في هذا القطاع الحماية الاجتماعية بنحاول نعزز هاي الشراكات فيما بينهم. جميل جدا. رائع جدا. يعني هلا احنا عشان تتوضح الصورة أكثر، بهذا التحدي بتقدم عدة مشاركين بتنافسوا مع بعض، بتأهلوا حتى بعدين تقدموا هم مشاريع ابتكارية. صحيح؟ طب على أي أساس في التقديم؟ يعني على أي أساس يتم ترشيح هدول الأشخاص؟ وشو الأعمار اللي أنتوا بتستهدفوها؟ تمام. هلا بداية في تحدي بنبتكر مع بعض، زي ما حكيت لكم احنا استهدفنا 3 محافظات، الكرك وجرش بعض ألوية عمان. لما فتحنا طلبات التقديم كانت العمر اللي احنا مستهدفينه فئة الشباب من 18 لغاية 25 سنة. صحيح. وبحمد الله يعني تقدم للتحدي أو للمشارك فيه أكثر من 500 شخص، لكن نظرا للعدد المحدود اللي بيستهدفه المشروع اضطرينا لتصفيتهم لحوالي 100 شخص، 110 يعني شباب مبتكرين. ويعني احنا متأملين في هدول الشباب انهم يعني يطلعوا ان شاء الله بأفكار شبابية فخمة وسفاحة. تمام، جميل جدا. احنا بنحكي عن 110 اشخاص تم تصفيتهم على 27 فريق تقريبا. نعم. وصلوا عنا لغاية 5 افرقة من كل محافظة. نعم. الخمس افرقة اللي اليوم وصلوا احنا موجودين عنا في المراحل الاولية. احنا بنحكي عن شباب واعدين عندهم افكار، عندهم اقتراحات، عندهم حلول لمشاكل بيئية ومجتمعية موجودة عنا اياها على ارض الواقع. اليوم الخمسة اللي موجودين عنا من كل محافظة من الشباب هدول، هل ممكن احنا نعتبرهم رياديين افكارهم ممكن تعود على البلد خلينا نحكي سواء زيادة في الدخل الاقتصادي أو السياحي أو البيئي أو العلاجي أو حتى من المشاريع الريادية؟ أكيد. هلأ إحنا فكرة المشروع بشكل عام كان إنه زي ما حكينا إشراك الشباب في حل هاي المشاكل. نعم. وبشكل أساسي التركيز على جعلها حلول حقيقية مستدامة. جميل. لهيك إحنا هلأ بهاي الفترة كانوا عم بتلقوا تدريب على كيفية التفكير الإبداعي، كيفية التفكير بحلول حقيقية. جميل. لهاي المشاكل. نعم. وأحد معايير التقييم رح تكون إنه قديش الأثر الحقيقي الملموس اللي رح يكون على من هاي الأفكار. نعم. رائع. طب احكوا لنا شو هي المشاكل اللي حاليا هم عم بيحاولوا الشباب يلاقي لهم حل بهذا التحدي؟
تمام. هلا احنا حاولنا نركز يعني في هاي المشاكل على القضايا الاجتماعيه الموجوده تحديدا في هاي المحافظات الثلاث. نعم. زي ما حكيت لكم احنا بنحاول انهم هم يكونوا عايشين هاي المشكله حتى يقدروا يحلوها. يلاقوا لها حل. جميل. فيعني من بعض القضايا اللي احنا عم نسعى مع الشباب انهم يطلعوا بحلول فعليا ومشاريع مبتكره بتحلها، القضايا المتعلقه بالفئات المستضعفه، ممكن نحكي المراه، كبار السن، الاشخاص ذوي الاعاقه، برضه يعني بعض القضايا اللي نحاول انه نقوم بحلها، القضايا اللي بتهدف يعني انها تمكن الشباب. يعني احنا بنعرف انه في بلدنا كثير نسبه البطاله كثير عاليه. صحيح. نسبه ممكن انه الاهتمام او يعني التطلع على قديش الشباب عندنا عندهم مهارات وطاقات مش كتير، يعني بخصوص في هاي المناطق اللي احنا بنحكيها، بنحكي شوي عن مناطق او قرى مهمشه. نعم. فمش كتير هذا الاشي موجود، فاحنا عم نسعى مع الشباب انهم يطلعوا بحلول لهاي المشاكل كونهم هم عايشين هاي المشكله. صحيح. ما حد رح يقدر يساعدهم غير هم نفسهم، هم عارفين المشكله. نعم. صحيح. طب جميل، اليوم احنا من خلال هذا المشروع وهذا البرنامج واللي اسمه انا فعليا عجبني من بدايته اللي هو التحدي والتشالنج، واليوم احنا بحاجه مثل هيك تحديات ومسابقات عشان احنا نقدر نبرز الشباب النير واللي يقدر من خلاله نوصل للمجتمع اللي احنا بنرغب فيه. اليوم احنا قديش هذا المشروع راح يوفر فرص عمل للشباب الاردني المبتكر والنير؟ تمام. هلا زي ما انا حكيت، الفكره المشروع اللي بتميزه عن غيره من التحديات والمشاريع اللي بتستهدف الشباب انه احنا كثير بنركز على الاستدامه وعلى انه احنا نخلق هذا المجتمع من المبتكرين بحيث انه هم بنفسهم الشباب يلاقوا حلول لمشاكلهم. فبالنسبه لموضوع البطاله هي مشكله حقيقيه واحنا حددناها كشيء يقدروا انه هم يستجيبوا له بالتحدي، لكن احنا بنحاول نمكنهم ونعطيهم الادوات انه هم نفسهم يلاقوا الحلول ويخلقوا فرص لنفسهم. هل راح يكون مثلا من خلال المشاريع المقدمه راح يكون في مثلا خلينا نسميها للفرق اللي بتفوز في المراحل النهائيه، هل راح يكون في دعم مالي لمشاريعهم؟ راح يكون مثلا في اني انا اقدر اتكفل في هذا المشروع انا مي اطوره مع هدول الشباب؟ هلا نحن اكيد راح نوفر ان شاء الله للشباب اللي راح يفوزوا بالتحدي للفرق دعم لاحتضان للمشاريع بحيث انه يقدروا يكملوا على هاي فكرتها ويوقفوا على اجريهم فيها. يعني زي حاضنه اعمال، يعني حاضنه او انه يعني تشبيكهم باشخاص او شركات ممكن انها تقدم لهم تمويل ودعم. طب احنا عم نحكي عن عدد كبير من المرشحين، كيف سيتم تحكيم او مين اللي رح يحكم مين الاشخاص اللي رح يوصلوا لهذا الدعم بالنهايه؟ تحبي احكي عادي تفضلي. هلا بالنسبه للجنه التحكيم هي مختاره من العاملين المختلفين بهذا المجال، زي ما حكيت انه هي اهم شيء بالمشروع هي فكره الشراكات. وبس بحب انوه على انه قديش مهم انه التحدي كمان عم شريكه في وزاره التنميه الاجتماعيه وهي مؤسسه حكوميه ان شاء الله رح تستمر في دعم الشباب، وهي بتسعى لانها هي تدمج موضوع المنهج الابتكاري في عملها. فاعضاء اللجنه رح يكونوا ممثلين مختصين في هذا الموضوع، عندهم معايير معينه لاختيار الشباب اللي راح يتاهلوا. جميل جدا. لبنى، هل في ان احنا اليوم مؤسسات مجتمع مدني او عندنا مؤسسات خاصه عم بتساهم عم تدعم؟ هل في احنا اليوم عندنا لهذه الفكره في عندنا تبني كامل وشامل؟ حتى مثلا ممكن انا يكون في عندي فكره رياديه من شباب رياديين او حل موجود بس ما حالفهم الحظ انهم يفوزوا بهذا التحدي، هل في حاضنه ثانيه لهم مثلا ممكن تكون من شركات خاصه او مؤسسات مجتمع مدني؟ طبعا احنا هلا هذا الشيء بنسعى انه نحققه، ويعني حققنا جزء منه لانه زي ما حكينا لك في افريقا ما تاهلت معنا للمرحله الحاليه. جميل. فاحنا يعني هدول الافريقا يعني حاليا مشبكين معهم بحيث اي فرصه عم تتوفر لنا انه نشبكهم بشركه حاضنه تدريبات اضافيه. فاحنا طبعا بنسعى انه يعني ما نترك الشباب، لانه هم لما ما تاهلوا معنا مش لانه يعني افكارهم غير مناسبه، انما يعني في وفي يعني كان معايير معينه لاختيار. نعم. فطبعا هذا الاشي موجود، وحتى يعني بالمرحلة الثانية بس يعني احنا عنا بالنهائيات رح يفوز عدد معين من الافريقا، فحتى الافريقا اللي ما رح تفوز لا احنا برضو رح نحاول من خلال الشركات اللي هلأ عم نبنيها انه يصير تبني حتى للافكار اللي ما رح تاخد يعني الجوائز اللي محددة حاليا من المرحلة النهائية. جميل جدا. رائع جدا. بدك تحكي شيء ياسمين؟ صح. بس بدي احكي عن موضوع مؤسسات المجتمع المدني، انه صح رح نعملهم ان شاء الله ونشبك فيما بينهم لبعدين عشان نجذب الاستدامه، بس كمان بنشجع الشباب خلال هاي المرحله انه هم يشبكوا مع المؤسسات اللي مثلا بتدعم الفئات المستضعفه، يشركوها. نعم. بالافكار وتكون هي كمان جزء من الحل، يعني يكون لهم دور خلال هاي الفتره. وفي النهايه حتى لو هم ما وصلوا للمرحله النهائيه، هاي الرحله كامله اكيد هي رح تعزز اشياء طبعاً عندهم، رح تثقل شخصيتهم. طبعاً حسب خبرتكم بهذا الموضوع،
شو الأشياء اللي فعليا تغيرت عند الشباب خلال هاي المرحلة؟ شو الأشياء اللي تعززت بشخصيتهم؟ هلأ كونه إحنا على تواصل يعني شبه يومي مع الشباب، فأكتر إشي عم نلمسه فعليا يوم بعد يوم المسؤولية الاجتماعية داخلهم. يعني إحنا لما نحكي لكم إنه هو كل يوم الفكرة عم تتطور، المشروع عم يتطور، فهذا الإشي يعني أنت عم بتحسه بعيونهم بكلامهم. وطبعا يعني هذا الحكي سمعناه منهم، إنه تخيل تكون أنت التغيير اللي بتتمنى تشوفه. جميل. يعني هم لما عاشوا هاي المشكلة بيتمنوا كانوا حل أي حدا يجي ينقذهم، فكيف لما تكون أنت يعني هذا الحل؟ طبعا إحنا كتير مآمنين بإنه الشباب اللي معنا المبتكرين جد والشغوفين، إنهم قادرين ينقلوا الشغف هذا تاعهم للأجيال الثانية من خلال المشاريع المبتكرة اللي هم حاليا شغالين عليها. جميل جدا. جميل جدا. طب أنا اليوم بدي أسأل، إحنا حكينا قديش في قديش مهمة التشاركية وزي ما نسميها العصف الذهني والعمل بروح الفريق الواحد للشباب. اليوم انتم كصبيتين ما شاء الله عليكم منسقات في شركات مختلفه بالتعاون كمان مع وزاره التنميه الاجتماعيه، قد ايش شفتوا روح التشاركيه لازم تكون موجوده عندنا بالشركات والمنظمات الاردنيه لنقدر نفيد بلدنا؟ انتم هاي التجربه اليوم عم بتعيشوها بين منظمه وشركه وايضا وزاره، فالحلقه هاي اللي كانت هي متكامله اليوم قد ايش فادت واثرت في الشباب؟ شكرا عن جد كمال انك انت نوهت لهاي النقطه، وهي انها جوهر المشروع، لانه احنا يعني من ضمنه في عندنا كمان مشروع تاني مع مؤسسات المجتمع المدني، بحيث انه نقولهم انه بليز اشتغلوا مع بعض، تعاونوا مع بعض، لانه النتيجه دائما افضل لما الكل عم يشتغل مع بعض. صحيح. والتحدي هذا زي ما حكيت هو مثال حقيقي، وان شاء الله رح نشوفه هلا بالرحله والمرحله النهائيه لثمره ناجحه لهاي الشركات اللي رائعه جدا. طب يعني حكينا عن كثير اشياء حلوه وكل التحدي هو صراحه رائع، بس اكيد في كل تحدي احنا حكينا كلمه تحدي لحالها تعني انه اكيد رح نمر بصعوبات وتحديات معينة في هاي الانطلاقة. شو الصعوبات اللي انتوا واجهتوها والمشاركين نفسهم واجهوها؟ هلا اكيد الصعوبات موجوده، يعني كونه احنا عم نحكي عن التزام بدنا نحكي بتراوح حوالي 9 شهور مده البرنامج، واغلبهم يعني الفئه اللي احنا بنحكي عنها عندهم التزامات من ناحيه جامعه من ناحيه شغل، فلما احنا نحكي عن تدريب بدكم تلتزموا معنا لمده 3 ايام، يعني هذا الموضوع مو سهل. صحيح. فاحنا يعني بدورنا هون بنحاول نلاقي الطريقه اللي تسهل على الجميع. يعني مثلا قبل فترة كان عندنا مخيم تدريبي، وكان نسبة منهم مثلا عندهم امتحان، هو كان مع انه خميس جمعة سبت، بس احنا سعينا انه الكل يحضر، فحاولنا نوفر يعني طريقة معينة انه حتى الما مش معنا انتوا قادرين تحضروا عن بعد، وفعليا كانوا واشتغلوا، يعني اشتغلوا على نماذج أولية عن بعد. فيعني احنا بنحاول قدر الامكان انه نسهل عليهم هاي الامور. طبعا في تحديات اكيد اخرى، بس يعني لما تكون عند الواحد رغبه بانه يقدم شيء فيعني هم اصلا دارهم انهم يطلعوا بحلول، فيعني هاي التحديات البسيطه اللي عم بتصير، فاحنا ان شاء الله يعني سوا وبشكل مستمر بنحاول انه يعني نتعدى. يا رب يا رب. طيب اليوم انا سؤالي ياسمين ولبنى مع بعض، هذا السؤال لكم التنتين، انتم ما شاء الله عليكم منسقات في المنظمه وفي الشركه، بس اليوم انتم صبايا شابات يعني عندكم روح الشباب، بدكم تخدموا مجتمعكم، بدكم تخدموا ابناء بلدكم، اليوم شو رسالتكم للشباب اللي عندهم افكار، عندهم طموحات، عندهم ابداع كثير كبير، بس اللي بيحكي لك لا ما انا ما راح تضبط معي هاي المسابقه، لا ما هو انا مش راح اليوم يقدروا ياخذوني، اوف في 500 واحد رايح، اوف 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 اوف، لا بديش بدي اريح راسي، هدول بالاخر على الفاضي. اليوم احنا قديش لازم فتيل الشغف هذا نولعه في الشباب؟ شو رسالتكم اليوم كشابات رياديات لهدول الشباب؟ انا عندي رسالتي للشباب اللي دائما بنحكيها، لانه دائما بنسمع في هذا الاحباط اللي عندهم انه ما في فرص زي ما انت عم تحكي، بس دائما بحكي انه دوروا، لانه سقف الممكن مذهل، يعني رح تشوفوا انه في سقف معين، بس اللي بتقدروا تعملوه ضمن هذا السقف هو اشي ان شاء الله انه رح يكون مذهل، فضلكم اسعوا وضلكم دوروا. صحيح. وان شاء الله انه لا بتقدروا، ورح تكونوا انتوا التغيير. يس، ودائما برضو اول غيث قطر، يعني هذا الاشي يمكن حكيناه وما زلنا بنحكي للشباب. صحيح. اللي معنا انه انتوا حاولوا اقتنسوا اي فرصه، يعني حتى لو ما زبطت هالمره رح تزبط المره الثانيه، ما في حدا بيطلع مره واحده. صحيح. ويعني طالما انتوا عندكم هذا الشغف وهذا الحماس فانتوا رح توصلوا، وما يعني ما تتركوا دنياكم بس للناس، يعني أكيد. طالما انتوا بدكم فالرغبه بحد ذاتها هي دافع.
رائع جدا يعني ياسمين ولبنان، احنا كثير كنا مبسوطين انكم انتم متواجدين معنا وفخورين فيكم وبالانجازات والاشياء اللي عم تعملوها والتغييرات اللي عم تعملوها. بنتمنى لكم التوفيق، بنتمنى لكل الطلاب اللي مشاركين معكم برضه التوفيق. احنا بس بنحب نشكرهم وكمان بنحب نحكي للجميع انه عشان تتابعونا هلا في مرحله نهائيه رح تكون بشهر 9 او 8 على صفحتنا على الفيسبوك، هو مشروع دعم قطاع الحمايه الاجتماعيه في الاردن، عليه كل التحديثات ان شاء الله رح تكون. ويس برضو اسمحوا لي يعني كونه احنا على الشاشه يعني نقدم بالشكر الجزير برضو للشباب المبتكرين معنا اللي هم صاروا فعليا يعني عائله لإلنا، وحتى هم بين بعض رغم انه بينهم تنافسيه لكن بتحسهم رغبتهم موجوده ناحيه التغيير بتخليهم حتى يساعدوا بعض رغم انهم بتنافسوا. وبرضه حابه اشكر فريق عمل شركه ابتكار اللي يعني هو دائما الدافع الاساسي لإلي وللمشروع ككل، ممثله بالمدير مهندس جميل الخطيب والزملاء علي وحرير، وطبعا للشخص اللي يعني المحرك التيربو تاع هذا المشروع زيد عرموس. يعني اكيد احنا بنقدم تحيه لكل شخص قائم على هذا العمل الرائع. واحنا بس من وقت الخبره الفرنسيه لازم احكي على ماغي وهنا وشاهد يعني احنا نشكر التيم لا بدنا نشكر ما رح نخلص يعني شكرا اكيد كل الشكر لكل شخص كان قائم على هذا المشروع والمواجهين طبعا اللي معنا يعني على مدار المشروع. اكيد طبعا بنشكركم احنا لتواجدكم معنا اليوم استاذ، احنا فخورين انه احنا في نطاقات شبابيه قاعدين احنا اليوم عم نفاخر فيها. تسلموا شكرا لكم، الله يعافيكم. مشاهدينا خليكم معنا مكملين معكم فقراتنا، خليكم هون.